السلام عليكم شباب، نستكمل سلسلة محاضراتنا في تعلم نظام الويندوز، وإحنا وصلنا وياكم إلى لوحة التحكم اللي هي الكنترول بانر. طبعا لوحة التحكم تحتوي على الكثير من الأدوات اللي تساعد في التحكم على تشغيل نظام الويندوز والحاسوب على مود يعمل بشكل فعال، وتحتوي تقريبا من 50 إلى 60 أداة تتحكم بإعدادات الحاسوب، شبكة الاتصال، المظهر، البرامج، غيرها من الأدوات. من أهم هاي الأدوات هو مركز العمل أو السنترال أكشن سنتر، اللي هو البديل لمركز الأمان سيكوريتي سنتر. من خلاله يمكن التحكم بميزة حساب المستخدم اليوزر أكاونت كنترول، وتنبه المستخدم على عند التشغيل أي برنامج مانع للفيروسات من التشغيل التلقائي تمنعه. ومن خلاله يمكن إلغاء التنبيه أو ضبطه على درجة محددة. وكذلك موجود عندنا أداة التشفير اللي هي البيت لوكر درايف انكريبشن، وهاي الوظيفة تستخدم على الأقراص الخارجية إذا ردنا نحط عليها كلمة سر، بحيث إذا واحد راد يفتحها ما يقدر يستخدم هذه الأقراص إلا إذا كان يعرف كلمة السر. وعلى مود احنا نوصل إلى قائمة التحكم، عندنا من عن طريق خانة البحث نكتب كنترول بانل فتظهر قدامنا بهالشكل هذا. فعملية الفيو مالته تريدها بالكاتيجوري، يعني حسب الفئات شلون نصنفها. فعندنا سبع تصنيفات إلها، أو العفو ثمانية مثل ما تشوفون هنا، أو نريدها بالسمول ايكون راح يرتب لك لارج ايكون أو سمول ايكون، يعني راح يرتب لك اياها حسب الحروف الأبجدية وكل الأدوات اللي موجودة عندك. الشكل هذا، فعرفنا شلون نطلع الكنترول بانل بالسيرش، نكتب كنترول بانل وتطلع لنا. فقلنا نقسمها اما بالكاتيجوري او على شكل ايكونات. فراح هنا الكاتيجوري راح نشوفها انه مقسمه. عندنا اول كاتيجوري اللي هو السيستم اند سكيورتي، طبعا هذا هنا هو الجدار الناري للويندوز والنظام، واللي بيه الخيارات التحديث الويندوز وحفظ الطاقه ونسخ الاحتياطي وتشفير الدرايفز. بينما عندنا اليوزر اكاونت اند فاميلي سيفتي، لوحه التحكم، حسابات المستخدمين والعائله، ممكن عن طريق هاي الكاتيجوري. عندنا كاتيجوري اخر اللي هو الشبكات والانترنت والانترانت، ايضا خيار الشبكه ومركز المشاركه، خيارات الانترنت، يعني هاي ممكن نشوف. عندنا الابيرنس اند بيرسوناليزيشنز، المظهر والتخصيص، ممكن هاي نخلي نشوف التخصيص، العرض، الادوات الذكيه، شريط المهام، قائمه ابدا، يعني هاي كلها موجوده ضمن هذا. عندنا الاجهزه والصوت اللي هاردوير اند ساوند، هنا ممكن نشوف كل الاجهزه المتصله بالحاسوب او اريد ننصبها وطريقه اعدادها. وعندنا الكاتيجوري الاخر اللي هو الكلوك لانجويج اند ريجن، اللي هو التاريخ والوقت والمنطقه واللغه شلون نغيرهم. وعندنا البروجرامز، شنو هي البرامج الموجوده، شنو البرامج اللي اريد احدثها، شنو البرامج اللي اريد احذفها من الحاسوب عن طريق هذا البروجرامز. وعندنا هاي سهوله الوصول ايزي تو اكسس، اذا اردنا نعرف تطبيق سهوله الوصول للتعرف على عن طريق الكلام. فاذا رجعنا للكنترول بانل اذا تشوفوها هنا، عندنا اللي هو بالريجن، يعني يهمني كثير، يعني نروح على الريجن. فانت هنا عندك الوقت والتاريخ وشلون تريده يظهر هنا بالشكل المختصر، اليوم والشهر والسنه. فانت هنا بامكانك عشان تختار اي شيء، الدي معناه اليوم، الام معناه الشهر، والواي معناه الير. وبالنسبه للزمن راح يطلع عندك الوقت والدقيقه، الاور والمنت، او تريده يطلع حتى السكند ممكن يطلع به. وهنا ايام الاسبوع، وعندك هنا الادمنستريتر، ممكن يعني كادمنستريتر انت يعني هنا يطلب من عندك التغيير مال الريجن. ايضا عندي البروجرامز، خلينا نشوفها وين البروجرامز. بروجرامز اند فيتشرز، هاي اذا فتحناها راح اشوف كل
البرامج المنصبة على الحاسوب. إذا أريد أحذف أي برنامج أجي هنا أنا أختاره منها وأقول له والعفو أقول يعني أضغط على إن إنستول يعني راح يقول لي أنت متأكد؟ أقول له نعم، فراح يكون عملية إزالة البرنامج بصورة صحيحة عن طريق الذهاب إلى الكنترول بانل وبروجرام فيتشرز، ومن هنا أجي أختار البرنامج اللي أريد أحذفه وأقول له إنستول أحذفه، مو أروح على البرنامج وأقول له ديليت. هاي عملية خاطئة في عملية إزالة. إذن لحذف أي برنامج، لحذف أي برنامج نذهب إلى الكنترول بانل ثم البروجرام فايلز ثم نختار الملف البرنامج اللي نريد نحذفه، بعدين نقول له انستول. معناه هنا شو حيسوي؟ يلغي لي البرنامج بصورة صحيحة. وقد يتطلب من عندك عملية ريستارت للحاسوب عشان تتعرف عليه الحاسوب من جديد. أما الديليت تستخدم للفولدرات، للملفات، للصور، أما حذف البرامج لازم يكون عن طريق هاي البروجرام فايل، البروجرام اند فيتشرز اللي موجودة وين؟ بالبروجرام فايل. يعني هاي اليوزر اكاونت تمنى انا ممكن تشوف الحسابات اللي موجوده حساب واحد، اما اذا تريد اسم المستخدم تغيره او نوع المستخدم او تريد تضيف حسابات اخرى فممكن مننا نضيف انت يعني حسابات اخرى. يعني هاي الاغلب الاشياء، هذا البيت لوك اللي قلنا عليه يسوي عملية كلمة سر للدرايفز، فهاي نعوف احنا يعني هاي اغلب الاشياء اللي كثير من عندها ما تحتاجوها انتم. شكرا جزيلا لحسن استماعكم.